يعني تفاصيل مؤلمة. ومعانا الأستاذ محمود داوود شاهد عيان على احتجاز الطفلين، وهو أيضا رئيس اتحاد الشاغلين في مدينة الملك عبد الله. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي تم اكتشافنا؟ والله يا فندم، احنا حضرتك دلوقتي اتحاد شاغلين الموجودين في المدينة، تمام. احنا للأسف والله يعني بنعاني من عدة مشاكل في المدينة، وده دي إحدى المشاكل اللي احنا بنواجهها، تمام. إن احنا المدينة يعتبر مدينة نائية، هي تبع إسكان اجتماعي. طبعا عدم توفر خدمات أمنية وعدم توفر أي خدمات للسكان موجودة، ما فيش أي خدمات محلات أو أي حاجة موجودة، أو خدمات أي أمنية، أو في أسواق تجارية، تمام. وللأسف إن المدينة السكان بعد ما استلموا الشقق بدأوا انتشر فيها موضوع الإيجار، تمام. فالناس المستأجرين للأسف بدأوا مشاكل كتير جدا بنعاني منها، يعني مشاكل إجرامية، مشاكل اللي عايز يعمل أي غرض أو أي حاجات غير مخالفة للقانون، تمام تمام. فللأسف ده حاجة منها، دي حالة من الحالات اللي احنا بنعاني منها. ده يعني شقة مش شقته، استغل عدم يعني المدينة النائية ومفيش سكان كتيرة في المدينة، فجاب الطفلين دول واحتجزهم داخل إحدى الشقق داخل المدينة، تمام تمام. طبعا غاب عنه يعني أي مشاعر طيب معلش، انا عارفه ان الاوضه اللي كانوا محبوسين فيها في الشقه ما حدش بيدخل الشقه وبيخرج منها، صح؟ الشقة للأسف هو حاطط فيها بعض العفش البسيط غير معد للسكنة. طيب بياكلوا ازاي؟ كان بيروح لهم كل يوم ولا ايه؟ هو يعني بيقول ان هو بيروح كل يوم يعني بيبات في المكان دوت وبيجيب لهم اكل وشرب. احنا اتفاجئنا لما دخلنا للشقة، للأسف الريحة لا تطاق بتاعت المكان، القاذورات في كل مكان، الغرفة لو حضرتك شايفة الصور زي ما حضرتك شايفاها، وكل ده. ممكن ترفع صوتك معلش يا استاذ محمود؟ نعم، ترفع صوتك بس بعد اذنك. للاسف ما انا بقول لحضرتك الشقه لا تصلح للسكنه خالص، وده مكان غير ادمي ولا يليق باطفال وان هم مرضى بالتوحد بالمنظر اللي احنا شايفينه. هم كانوا مجردين من الملابس، ما كانوش لابسين، صح؟ هم للاسف من الغرفه مغلقه والشبابيك مغلقه، ومن شده الحراره في الجو اللي احنا فيه ده يعني اكيد هم يعني تجردوا من ملابسهم بسبب ارتفاع درجه الحراره في المكان. كانوا بيقضوا حاجتهم في الاوضه يا استاذ محمود؟ للاسف ده اللي كان بيحصل، اللي شاهدناه ان هم يعني قضاء الفضلات موجوده في الغرفه، وقضاء حاجتهم في داخل الغرفه، الفراغ عاصم الله والتبول داخل الغرفه. ما فيش اي اهتمام ولا نظافه ولا. طيب انا عايزه اعرف يعني هو ايه بقى، يعني هو مريض نفسيا ولا يعني هو احنا قعدنا معاه، يعني احنا كاتحاد شغالين موجودين في المكان، حاولنا ان احنا نتدخل ونفهم الموضوع. طبعا احنا لما اكتشفنا الواقع على طول استدعينا الشرطه وعملنا محضر واثبتنا حاله، تمام. احنا ده كل اتحركنا بسبب. انتوا عرفتوا الاول، عرفتوا توصلوا لهم ازاي؟ من صوتهم ولا من ايه بالظبط؟ احنا طبعا يعني الجيران حوالين منهم بدات الاصوات تعلو بتاعت الاطفال، طبعا محبوسين بقى لهم فتره. يعني طول الليل الاصوات عاليه وعياط وبكاء، وطبعا الاطفال عاملين يلعبوا في الانوار بتاعت الاوضه. الشقه بالكامل مصريه، والعماره ما فيهاش الا اثنين ساكنين بس، يعني العماره كلها فاضيه. تمام. طبعا عاملين يعني الجيران عاملين يشاهدوا مشاهد غريبه واصوات غريبه، فطبعا اختارونا احنا كاتحاد شاغلين في المدينه. فابتدينا احنا نتحرك ورحنا للشقه. طبعا عندنا البيانات بالكامل بتاعت السكان كلها، عندنا بيانات الناس كلها وارقام تليفوناتهم. تمام. بقالهم محبوسين في الاوضه قد ايه؟ هو بيقول له هو يعني السكان بيقولوا ان هم بقالهم اربع ايام بيسمعوا الاصوات دي. لما جبناه قال هو بقالهم في المكان ده شهر ونص. بقالهم شهر ونص. هو طبعا عنده، عرفنا منه بعد ما جبناه طبعا وبدانا نتكلم معاه، عنده مشاكل اسريه بينه وبين زوجته، تمام. وهم منفصلين وفي قضايا مقامه من الزوجه على الزوج، وفي قضايا خلع. طيب يعني ما فيش خلل نفسي؟ الزوج نفسه خلل؟ ما فيش خلل نفسي، يعني هو مش مريض نفسيا، هو عاقل ومسؤول عن تصرفاته. لا لا لا، الراجل يعني الزوج طبيعي جدا جدا. يعني طيب مش عارفه بقى حضرتك عندك معلومات في الناحيه دي، يعني قانونيا
ده المفروض ان هو يتعاقب ازاي او يتحاكم بايه او بالنسبه للشق القانوني؟ احنا طبعا بالنسبه له القانون طبعا فيه قضيه اهمال. احنا اهمال؟ اتحركنا رفعنا محضر اهمال ضده، وحاليا النهارده تم استدعائنا في النيابه، وتم التحقيق في الواقعه من النائب العام عندنا في السويس، وتم حضور النيابه العامه للشقه، وتم تصوير الشقه عن طريق وكيل النيابه، تمام؟ تمام. وتم استدعاء الزوج، وبداوا يحققوا معاه في تفاصيل الواقعه والجريمه وازاي ان انت تعمل كده. فهو القى باللوم، كل اللوم على الزوجه. الزوجه ان هي المفروض ان هو تم اعطائها تدريبات ودورات تدريبيه في معامله الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه في مثل هذه الاعاقه اللي هو المرضى التوحد. وهو صرف عليها، ففي الاخر الزوجه تخلت عن اولادها واطفالها وطلبت الطلاق والخلع. لا يعني انا اعتقد ان احنا محتاجين تعديل في قانون الطفل باي شكل من الاشكال، لان ده المفروض ان هو ما يكونش الجريمه جريمه اهمال. لا يعني انا اعتقد ده للاسف انا برضو مع حضرتك ان احنا يعني في غياب نقطه مهمه جدا، مع كل مع الاجراءات اللي احنا اتخذناها وكل ده، الاطفال لسه موجودين، ما فيش اي رعايه تمت ليهم. يعني انا تم موجودين فين؟ يعني لسه موجودين فين؟ نعم موجودين فين؟ موجودين معايا ومعاهم مع والدتي كفياس، موجودين مع تمام؟ الاب؟ وانا اخترت مع الاب، تمام؟ المفروض يعني مجرد ما يتم اختار ازاي الحاجه موجودين محضر مع الاب؟ اختار النيابه، لازم يكون في دور رعايه ليهم لحد ما يتم انتهاء الاجراءات الضبط واجراءات التحقيق مع الزوج او الزوجه. لازم يكون في دور تحتضن الاطفال دي، ويكون في اهتمام ورعايه طبيه وصحيه ليهم يعني لحد الولاد ما دلوقتي تنتهي موجودين الاجراءات. مع والدهم هم لسه خارجين من النيابه يعني ومع من الولاد. ساعتين، خرجوا خرج من النيابه بعد التحقيقات، طب يعني وانا ايه؟ برضه جبت وقعدت معاه، ففهمت منه ان هو في دار رعايه اطفال في القاهره، تم التواصل معاها، وان شاء الله هو على كلامه بيقول يوم الاربعاء ان شاء الله لا بعد بكره. معلش مش على كلامه يوم الاربع، الموضوع كده اهمال، وانه هو يعني ما كانش واخد باله، والحمد لله ان حد لفت نظره وهيقوم بقى بالاجراءات السليمه. لا دي جريمه يا استاذ محمود. الجريمه لسه الموضوع لسه في النيابه، ولسه في ما زال لا، قلب ولو تحقيق انتهى في ان هو النيابه. مثلا ياخدوا الاولاد، وهو طبعا ما اعتقدش ان هو هيمانع في ان هم ياخدوا الاولاد، يعني طالما بيتعامل معاهم كده، وينتهي الموضوع ان الولاد يروحوا دار رعايه، احنا يعني هنشوف عشرات من الكوارث دي بعد كده. لازم يكون ده في لازم تجديد يكون في العقوبه تغليظ. يعني. بالظبط، لازم يكون في تغليظ للعقوبه واعاده نظر من المشرع في مثل هذه الجرائم، وتغليظ العقوبات ليها. وبس مع تغليظ العقوبه بالنسبه يعني للزوج والزوجه، لازم يكون في شكل معين لرعايه الاطفال في مثل هذه المراحل، لان صحيح. الاطفال بقى هم المتضررين نتيجه اهمال الزوج او الزوجه. في النص في الاولاد، يعني لازم يكون في رعايه معينه بشكل معين. صحيح، احنا محتاجين تعديلات جذريه في هذه القوانين. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود داوود شاهد العيان ورئيس اتحاد الشاغلين في مدينه الملك عطل. يعني اعتقد ان احنا لفتنا النظر خلال الحلقه لكثير من